بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده يا شباب، بالنسبه لتاني ثانوي احنا هنتكلم على درس اسمه لاين سبيكترم. القصه كلها اللي عمل الفكره بتاعت اللاين سبيكترم ده عشان تو ديسكفر ذا انرجي ليفل الساينتست اللي قدامنا ده اللي هو نيلز بور. طب الفكره بتيجي ازاي؟ لو انا مسكت بيور اليمنت، and heat the atoms, heat its atom to vapor state, كلمة vapor state يعني لازم أكون high temperature. وإيه كمان؟ and low pressure. ايه اللي هيحصل بقى؟ align our definite colored lines separated by dark area by dark area appear. This line called spectrum line. طب انا قلت كلمة appear، هي appear فين؟ use to examine this light spectrometer. spectrometer ده يا شباب device to make analysis for the light. نيلز بور بدأ مسك multiple hydrogen atom بور heat multiple hydrogen atoms طبعا to high temperature and low pressure. ايه اللي حصل للاتوم دي؟ electrons of this atom jump to higher energy levels then return back to ground energy levels radiate spectral line spectrum lines. لما جه بوري يا شباب يبقى فسر الحاجات دي، لان spectral line بتاعت الهيدروجين اتومز طلع لي definite colors اللي هو الريد والجرين والبلو والكلر اللي هو ده الفايلت، وكل دي في منطقه الفيزبل سبيكترم. فيزبل سبيكترم بتاع حضراتكم جاي من الريد لغايه الفايلت. فبدأ مجموعة من الساينتست يفسروا الأطياف بتاعة بور وعملوها في شكل سيرس. عندنا فور سيرس يا شباب، واحد فيهم اسمه ليمان، والتاني اسمه بالمر، التالت اسمه باشن، الرابع اسمه براكت، والآخر اسمه فاند. طيب القصة دي كلها بتمثل السيرس دي بتمثل ايه؟ بتمثل ال returning back of the electrons from higher energy level to the lower energy level. يعني يعني انت لو عندك الكترونز سواء من اول مستوى الطاقه الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، لما يعمل سبيكتروم لاين معناها ان هو ريتيرن باك. ريتيرن باك تو وات؟ ريتيرن باك تو ذا فيرست انرجي ليفل، وهنوضحها دلوقتي بالرسم.
ما دام رجع للفيرست انرجي ليفل يبقى هو بيقع في منطقه الالترا فايلوت، في السبكترال ريجنز بتاعه الالترا فايلوت. معنى الالترا فايلوت معناها ان عنده هاي انرجي. طيب لو انت عندك، ودي اسمها الليمن سيروس، طب افرض اللايت بتاعك او الالكترون بتاعك هيتجامب من هاير انرجي ليفل ويرجع للسكند انرجي ليفل، ما دام رجع للسكند انرجي ليفل دي اسمها بالمر سيريس. طبعا الانرجي بتبدا تقل شويه. طيب لو حضرتك هيرجع للثيرد انرجي ليفل، يعني اكيد لازم يكون اقل حاجه من الرابع، ده فوسز انرجي ليفل، يبقى دي اسمها فاشن. طب لو هيرجع للرابع دي اسمها براكت، طب لو هيرجع للخامس دي اسمها فاند، والثلاثه الاخر دول اللي هو فاشن وبراكت وفاند دول بيقعوا في منطقه الار اي، الاي ار يعني معناها عندهم لو انرجي. طيب الحتة دي أنا هيجي يسألني عنها، هيجي يسألني عليها إزاي؟ طب تعالوا نفترض شوية افتراضات بالنسبة لنا، شكل السؤال بالنسبة لي هيكون عامل إزاي؟ أنا لو عندي two energy levels، إيه الـ probability to return back of electrons؟ إيه الاحتمالية لرجوع الإلكترونز؟ والله ما عنديش غير احتمالية واحدة، ما هو هنا الـ n equal 1 وهنا ال n equal 2، يبقى return back from the 2 to 1. طيب نفرض ان انا كمان زودت energy level كمان، فايه ال probabilities to back the electrons؟ والله هنا الاحتماليات بتاعتي هتبدأ تزيد. ازاي؟ ممكن ال electron بتاعي يرجع من ال third energy level لل second، وممكن return back directly من ال third to the first one، وممكن لو هو كان واقف في السكند دي يرجع تاني للفيرست. فهنا البروبابيلتي، هنا البروبابيلتي الاولانيه كان عندي 1، البروبابيلتي بعد كده لو كان في الثيرد انرجي ليفل وريتيرن باك تو ذا فيرست انرجي ليفل يبقى انا عندي 3 بروبابيلتي. طيب لو انا جيت ورحت حاطط كمان انرجي ليفل ال n equal 4، يلا تعالى نشوف البروبابيلتي، احاول اغير اللون كده عشان نبدا نشوف البروبابيلتي بتاعتي. طيب ما هو ممكن الالكترون بتاعي يكون في السكند انرجي ليفل وهيرجع لاخينا ده، ممكن كان يكون في الثيرد وهيرجع لهنا اهو، ممكن كان بمنتهى البساطه هنا اهو وهيرجع لاخينا هنا اهو. طب ما هو ممكن يكون كان هنا اهو وريتيرن باك فروم ذا سكند تو ذا ثيرد، ممكن يكون كان في الفورس وهيرجع للسكند، ممكن بمنتهى البساطة يكون من الفورس وهيرجع للثيرد وان. طب شوفوا عدوا كده البروبابيلتيز بتاعتي هنا كام، هلاقي هنا 1 2 3 4 5 6 6 probabilities. قالك طب ما حتة probability دي هتبدأ تلخبطني أنا، طيب أنا أعمل إزاي؟ طيب probability of spectrum according to number of energy levels. لو جه قال لحضرتك انت مثلا عندك 3 energy level، يبقى ال probability ايه ال number اللي هو lowest than 3؟ 2. طب و 2 lowest than it is ايه؟ 1. اعملهم بلس، يبقى 2 بلس 1 ايكوال 3. طب لو انا كان عندي 6 4 energy levels، 4 energy levels، ايه الرقم اللي اقل من 4؟ 3. طب اللي اقل من 3؟ 2. طب اللي اقل من 2؟ 1. اعملهم بلس، يبقى ال probabilities بتاعتك هتبقى كام؟ 3 بلس 2 5 بلس 1 هتبقى 6 probabilities. طيب افرضوا لو انا قال لي 6 مثلا، ماشي 6 energy levels، ايه probabilities بتاعتي؟ 5 4 3 2 1، يبقى كده
10 13 والتاني كده هيبقى نحسبهم كده يبقى كده 9 12 14 هيبقى 15 probability and so on. كده الاحتمالات بتاعتي هتبقى موجودة بالمنظر ده. طيب لو انا جيت بقى اتكلم على ممكن نوعية تاني من الاسئلة تكون بالنسبة للسبيكترم لاين، وبعدين نبدأ نقول البولز postulates بتاعتنا، الافتراضات بتاعت بوش. حضرتك دلوقتي انت ممكن تكون نتكلم على الانرجي، ماشي؟ يعني لو جه مثلا وراح حاطط لي منظر كده probabilities بالنسبة لترانسفيرنج الكترونز، وعمل لي كام انرجي ليفل كده، عمل لي هنا ال n equal 1 n equal 2 n equal 3 n equal 1 n equal 2 n equal 3 n equal 4 وحط probabilities من هنا، ودي probability دي سماها a، وحط ده كده probability دي سماها b c d، وبعدين بدأ يسأل which one of the following of the following are number one is visible which one of the following is visible number two highest wavelengths number three highly penetrate okay نرجع في الاولاني، هو بيقول لي visible، هو بالنسبه للسيريز مين اللي يكون visible؟ يبقى لازم يكون return back to the second energy level، راجع لمستوى الطاقه التاني. مين هنا اللي راجع لمستوى الطاقه التاني؟ الاختيار بتاعي هو C. اللي بعديه highest wavelengths، مين في دول هنا هيكون highest wavelengths؟ معنى كلمه highest wavelengths يعني الانرجي low عشان الفريكوينسي لو. مين اقل فيهم هنا في الانرجي؟ اقل في الانرجي اللي هو عمل جامبينج تو ذا وان انرجي ليفلز، او بمنتهى البساطه راجع لمين؟ لازم يكون راجع مثلا للتالت، ماشي، راجع للرابع، راجع للخامس. فاخينا اللي راجع من التالت عشان هو في منطقه الاي ار هو هيكون هايست ويفلنس لكن لوست انرجي، يبقى الاختيار بتاعي هيكون هنا دي. highly penetrated يعني ايه highly penetrated؟ يعني الانرجي بتاعته هاي، highest in energy. مين هنا اخينا اللي يكون highest in energy؟ highest in energy يعني low wavelengths. مين اللي هيكون بالمنظر ده اللي هيكون highest in energy اللي عمل higher jump اللي هو return back to the first energy level؟ فبالتالي هيكون الchoice بتاعتي بيه. الحتة دي عشان افهم كلمة highest lowest ارجع للمنطقة الابتدائي، وانت حضرتك لما كنت في ابتدائي فكانوا بيديكم السبيكترم لاين او الفيزيبل لايت، الفيزيبل لايت كان بيبدأ ستارت بالريد وكان end by the violet. الريد هنا هقدر اما اجي اوصفه بايه؟ الريد يا شباب الويف لينس هاي، طيب الانرجي والفريكوانسي لو، طب الفايلت على العكس تماما الويفلينس لو، طيب الانرجي
ولا الفريكوانسي هاي. طب هو الفيزبل سبيكتروم وقع منين؟ يعني من اول الريد لغايه الفايلت، من 400 ل 700 نانومتر. يبقى احنا بنتكلم في منطقه ان يكون من ال 400 نانومتر لغايه 700. ال 700 ناحيه الريد وال 400 ناحيه الفايلت، يبقى انت واقع هنا اهو. الفايلت 400 نانومتر والريد هيكون 700 نانومتر. ممكن يكلمني على الترانسفير اوف الكترونز اند ووز هاير ان ترانسفيرنج ذا انرجي؟ لو كلمك على الحته بتاعه الترانسفيرنج الالكترونز، خليك فاكر ترانسفير الكترون from energy level to another decontrolled by the E of photon of the light equal E2 subtract E1. هنا الـ energy in ground state وهنا الـ energy في الـ higher state أو الـ higher energy level. لو أنا فكيت الأمر ده، الـ energy بتاعت الفوتون equal h times c divided lambda. ال h هنا احنا هنتكلم شوية، تحس ان الكلام بتاعنا بيتكلم فيزيكس. ال h هنا بلانكس كونستنت، وده عبارة عن 6.625 times 10 power negative 3 جول دوت سكند. اما التاني اللي هو ده كده هيكون اللايت سبيد، وهو ده 3 تايمز 10 باور 8 متر، ودي ارقام ثابته. اوكي ايكوال E2 سبتراكت E1. طب لو انا فضلت او فكرت ان انا اجيب الويف لينس يا شباب، الويف لينس هنا في اللحظه دي اللي هي اللامدا ايكوال H دوت C divided E2 subtract E1. بس خليك فاكر ان القيمة بتاعت ال E لأي إلكترون equal negative 13.6 divided N square ماشي إلكترون فولت. طيب عشان انا اطبق القوانين اللي انا استخدمتها دي او الكلام اللي انا كتبته على انه هو شغل فيزيكس شويه، take an example. لو انا قلت لك ان electrons move from the second energy level to the first energy level, find the wavelengths for electron jump from second energy level to first energy level. طيب انا هنا اكتب القانون بتاعي اللامدا وعوض h times c divided e2 نكبر e2 subtract e1. اتفقنا يا شباب؟ القيمة هنا خلي بالكم دي negative 34 وده رقم ثابت، يبقى 6.625 times 10 power negative 34 multiplied 3 times 10 power 8 divided ال E هعوض بقيمتها negative 13.6. ال N هنا الأولانية بكام؟ الهاير ستيت
ان سكوير يعني 2 سكوير. تمام، اوكي. كل ده سبتراكت الاي التانية. الاي التانية اللي هي كام؟ اللي هي نيجاتيف 13.6، والان سكوير يعني 1 سكوير. الرقم اللي هيطلع لي هنا يا شباب اليونت بتاعته هتكون بالمتر، هاخدها واحطها على السكيل بتاع النانومتر. فانا هقول ان المتر in front of nanometer كل 1 متر في 10 باور 9 نانومتر. الرقم اللي هيطلع لي هنا اهو 10 باور نيجاتيف 9 نانومتر. الرقم اللي هيطلع لي ده هعمل له ملتبلاي في النيجاتيف 9 واشوف هو راجع من السكند انرجي ليفل. بصوا بقى هيرجع منين لفين؟ هو راجع من السكند انرجي ليفل تو ذا فيرست انرجي ليفل، يعني معناها لازم يكون في منطقه مين؟ الالترا فايلت. يعني ايه في منطقه الالترا فايلت؟ يعني هيكون لازم يكون less than 400 نانومتر. الرقم اللي طلع لي ده لو كان less than هنا less than 400 نانومتر يبقى it is correct one، واحط قيمه الويف لينث بتاعته. الكلام شوية خدنا كأننا بنتكلم على فيزيكس. تعالوا بقى حضراتكم نشوف لما نيلز بور عمل اللاين سبيكترم ده ايه اللي طلع بقى، او ايه الحاجات اللي استنتجها وكتبها في شكل سيري. تمام، ناخد سلايد جديدة، ناخد سلايد جديدة. تمام يا شباب، الكلام اللي احنا قاله بقى السبيكترم لاين ده بدأوا يشوفوا بيه الاتوم، لان هو يعتبر as essential characteristics for each atoms. هو يعتبر زي كأنه fingerprint، بصمة. كل element من اللي عندنا هيكون عنده بصمة بالبصمة light مختلفة عن element تاني. وبالتالي نيلز بور هيبدأ يحط البوستوليتس بتاعة الموديل بتاعه. في حاجات postulates agree with Rutherford وفي new postulates. الحاجات اللي هي agree with the Rutherford، number one the positively charged nucleus is found in the center of the atom. يبقى nucleus is positively charged found in the center of atom. ده أول واحد. The number of negative electrons that revolve around the nucleus is equal to the number of positive protons that found inside the nucleus. يبقى number two. Number of electrons في the energy levels طبعا in energy level equal number of positive protons in nucleus. Number three بقى، إن ال electrons revolve around nucleus without gain or lose energy and controlled by two energies اللي هي attraction force toward the nucleus و centrifugal. اللي هيحافظ عليه ان الاتراكشن toward nucleus equal centrifugal due to its speed. التو فورسز دول يا شباب هما بمنتهى البساطة
equal or equivalent but opposite in the direction. نكمل بوستليت. إن نيو بوستليتس بقى بتاعتي إن الإلكترونز revolve around nucleus indefinite energy level without lose or gain energy. طيب بعد كده الالكترونز have a definite amount of energy. Electron have definite amount of energy. Of energy according to its position. In energy level. يعني واحد في السكند انرجي ليفل غير واحد في السولد انرجي ليفل. الالكترون acquire amount of energy make it jump to higher energy level then lose this energy return back to ground state. Emit spectral light. بعد كده multiple atoms المالتيبل اتومز الاكوايرد اماونت اوف انرجي از كولد كوانتم اكوايرد انرجي كولد كوانتم. والكوانتم ده ديفينيت نمبر يا شباب يعني ما يكونش لا هاف ولا دبل. بعد كده مالتيبل اتومز gain energy electrons jump to higher energy level in same time other atom lose energy. Back to ground state. الحتة اللي هي بتاعت إن الإلكترونز have energy and a definite amount of energy according to its position. هقدر أقول إن الإلكترونز can't find electrons not found it in intermediate places between energy levels. يعني ايه يا شباب؟ يعني الالكترون اللي موجود في مستوى الطاقة الثالث ما فيش حاجة اسمها لا اما في الثالث لا اما في الرابع، لا اما في الثالث لا اما في الثاني، ما فيش حاجة واقف في النص بين الثاني والثالث، الكلام ده ما ينفعش. تمام؟ في اللحظة دي بور عمل طفرة كبيرة قوي فعملت الموديل بتاعه عمل ادفانتجز، ودي أول آخر حاجة هتكلم عنها النهاردة إن شاء الله. الادفانتجز ان
explain spectrum line of hydrogen gas. Introduce the quantized idea. أول واحد دخل فكرة الايديا. المميزة بتاعته إن هو اكسبلين سبيكترم لاين بتاعت الهيدروجين هتبقى بالنسبة له عيب. فيلد دي ديس ادفانتجز اور ديكوسز ديس ادفانتجز فيلد ان اكسبلين any other spectrum of atoms even helium. الهيدروجين يا شباب هو عمل spectrum line بتاعه، لكن الهيليوم اللي بعد الهيدروجين اللي هو عنده 2 electrons او الاتوميك نمبر بتاعه 2 هو filled and explain it. اشمعنى؟ عشان السبكتروميتر اللي كان بيستخدمه عنده low resolution value، قوة الإيضاح بتاع السبكتروميتر اللي كان شغال عليه كانت ضعيفة. اللي بعد كده هيستخدموا ريزولوشن عالي فيقدروا يكتشفوا. هو اكتشف الانرجي ليفلز، خلي بالكم. طيب رقم 2، he considered electron is particle only neglect the wave properties بالنسبة له. هو عمل نيجليكشن للإلكترون، إن الإلكترون هل ده بارتكل وبس موفين سيركلر بس نسي إن هو مش إلكترون ده بارتكل بس، ده ليه ويف بروبرتيز. يعني إيه؟ جسم بيتحرك يا شباب، ولو كان إلكترونز بيكون هو بارتكل وفي نفس الوقت بيكون ليه ويف بروبرتيز. هو ما قالش الكلام ده. بعد كده بالنسبة له الأتوم أوف ذا هيدروجين إز بلانر، أتوم إز بلانر يعني بالنسبة له الأتوم أدي النيوكليوس أهي، والإلكترون بيدور في ديفينيت إنرجي ليفلز إن بلانر أتومز. الأتوم بالنسبة له مسطحة عاملة زي رغيف العيش، يبقى بالنسبة لها الريديوس بتاعه ثابت. ماشي. He said we can determine speed and location of electrons in same time. قال ان انا ممكن احدد مكان وسرعه الالكترون في نفس الوقت. الكلام ده مش مظبوط. هتيجي المودرن سيري بقى عشان تحل الديس ادفانتجز دي. يعني هما هنا هي كونسيدر ذا الكترونز ا بارتكل اونلي، فهيجي نظريه ثانيه تعمل لي حاجه اسمها الدال نيتشر، الطبيعه المزدوجه للالكترونز. الاتوم از بلانر، لا هيجي بعد كده الويف ميكانكس سيري او الويف سيري اللي هتتكلم ان الاتوم ليها 3 دايمنشنز. وهيجي لي بعد كده وي كان ديتيرمين ذا سبيد اند لوكيشن اوف الكترون ان ذا سيم تايم، هيجي لي حاجه اسمها الانسرتينيتي برنسبل للساينتست هايزنبرج، هتتكلم على الحته دي. دي اللي هنقوله في الليكتشر الجاي ان شاء الله. اشوفكم على خير.